بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ترحم أولا على أطفال مدينتنا الحبيبة بنغازي الذين قضوا في عمليات مجهولة الهوية كما يدعي أدعياء الكرامة، والتي ثبتت من صفحاتهم أن هم من كانوا وراءها لاستهداف المدينة وإثارة المدنيين وتحذيرهم من المناطق التي يوجد بها نسبة الأمن متوسطة وفيها مأهولة بالسكان. النسيج الاجتماعي في مدينة بنغازي فعلا هو تمزق، ولكن الآن تميزت صفوف البنغازيون وعرف أهل بنغازي الحقيقيون، وعرف الذين كانوا وراء فساد هذه المدينة. مدينة بنغازي الآن يوجد بها أهلها الذين يقدمون كل يوم الأرواح والدماء والأشلاء، يوجد بها أبطالها وثوارها، يوجد بها أبناؤها الحقيقيون. طيب، يعني أنت ترى بأنه رغم التمزق في هذا النسيج الاجتماعي إلا أنه بالإمكان العودة من جديد لما كانت عليه بنغازي؟ نعم أكيد، هذا ما نسعى إليه، وبإذن الله سيرجع أهل بنغازي المهجرون الذين دمرت مساكنهم وهجروا من مناطقهم، بإذن الله سيرجعون إلى مدينتهم أعزاء بإذن الله ومرفوعي الرؤوس، وسنأخذ حقهم بإذن الله من الظلمة ونرد لهم اعتبارهم. نعم. ويكونوا تاجا على رؤوسنا وعلى رأس هذه المدينة التي احتضنت جميع قبائل ليبيا وحتى من خارج ليبيا، أبدا لم يكن فيها تفرقة بين أحد من الشرق أو الغرب أو الجنوب، كانوا كلهم إخوة متحابين في الله. نعم. طيب، هذا بالنسبة للمهاجرين وكذلك النازحين، يعني كيف ترى موقف أهالي بنغازي الرافضين للثوار والذي جعلهم يأخذون هذا الموقف؟ هذه فتنة طبعا عمل عليها من سنة 2012 وصرف فيها الأموال طائلة والسخر لها الإعلام. كنا نحاول أن نوضح الصور، نحن نعلم من هؤلاء الناس ونعلم أن هذه اللحظة سوف تأتي، نحن أكثر ناس معرفة بهؤلاء الأشخاص، رأينا أفعالهم في قبل 13 فبراير وأثناءها، وهؤلاء الأشخاص عندهم أجندات الحكم أو السيطرة أو لإعادة تاريخ سابق في ليبيا. نعم. طيب، يعني قلت بأنكم كنتم تتوقعون هذا من قبل هؤلاء الأشخاص قبل أن يحدث ما يحدث الآن في بنغازي، إذا كنتم تتوقعون ذلك ما الذي منعكم من اتخاذ الاحتياطات اللازمة؟ كما قلت لك كانت الموجة عالية جدا، وكان الضخ الإعلامي هائل جدا، وكان الأموال تدفع وتنفق، وكان الاجتماعات هنا وهناك باسم مؤسسات المجتمع المدني وباسماء مختلفه، دفعت الاموال من خارج مؤسسات المجتمع المدني ماجوره، واجج الحاله الاجتماعيه في اجت في مدينه بنغازي، صار تشويش على الناس، ولكن افضل شيء هو الواقع وما هو يدور على الارض. الان الناس اقتنعت وعرفت الحق من الباطل، وعرفت هؤلاء أدعياء الكرامة ما وراءهم وما أجندتهم. يعني ألف كلمة وكلمة لن تعبر عن هؤلاء كما يعبر عنها قتل طفل بريء أو قتل شيخ أو تدمير منزل. نعم. الناس في مدينة بنغازي كان خلطت عليهم الأمور، حتى إذا خرجنا وأردنا إيضاح الصورة لهم وجدنا آذانا مغلقة وقلوبا مغلقة، لم يعيروا اهتمام لثوارهم، أرادوا خوض هذه التجربة، ولكن نحن ما زلنا عند عهدنا ووعدنا، ما زلنا حماة لهذه المدينة، وبإذن الله
لن نسمح للغزاة أو هؤلاء الصائلين على المدينة أن يحتلوها. هؤلاء المعتدين مروا على جميع مناطق وقرى ومدن ليبيا في المنطقة الشرقية وأخذوها في طريقهم إلا مدينة بنغازي ولاية حلب والمندة ومدينة درنة، وبفضل الله بفضل الله عز وجل ما زالت صامدة ولن تسقط بإذن الله تعالى. نعم. طيب استهداف المدنيين في بنغازي سيد وسام، يعني والذي استنكره مجلس شورى ثوار بنغازي، يعني ماذا يقول عنه وسام بن حميد، خصوصا أنكم أنتم تعهدتم في بياناتكم السابقة بحماية أهالي المدينة؟ نعم، حماية أهالي المدينة الذين هم في نطاقنا. أنت أسألي من هم في النطاق أو في المناطق التي يسيطر عليها الثوار، هم طيب إذا طرحنا هذا السؤال بداية حتى نصل إلى هذه النقطة، ما هي المناطق التي يسيطر عليها مجلس شورى ثوار بنغازي؟ للأسف المناطق في بعض المناطق مأهولة، وفي مناطق مثل الصابري ومدينة ومنطقة سوق الحوت والبلاد، هذه منطقة عسكرية 100% اشتباكات على مدار الساعة لا يوجد بها سكان. منطقة مدمرة، قصف مدفعي عليها طوال الوقت. المناطق التي يوجد بها سكان مثل منطقة الهواري، منطقة القوارس، قنفودة، جزء من قريونس، الليتي، جيت الجهة الشرقية من الهواري، هذه مناطق مسيطر عليها 100% من قبل الثوار وهي آمنة وبها سكانها وأمورها جيدة. نعم. طيب ما هي الخدمات التي تقدم إليها؟ والله بالعكس، هي نحن في حالة حرب الآن. الخدمات ربما هم يقدمون خدمات للثوار، ولأن هم يدافع من يدافع عنهم في هذه الظروف. ما يمكن تقديمه من مساعدات لن يبخلوا بها الثوار على أهلهم هناك، من التموين والوقود والسعي في إصلاح الأسلاك الكهربائية عند انقطاع الكهرباء وما إلى ذلك. والشرطة موجودة، شرطة خاصة بمسورة تؤمن الناس وتقضي لهم حوائجهم. نعم. أيضا ما هي الخدمات المقدمة غير الشرطة في هذه المناطق؟ هل هناك خدمات تقدمونها؟ إسعافات مثلا، مستشفى ميداني؟ موجود المستشفى ميداني وغير ميداني، مستشفى مركزي، وهو في نقاط ممكن الحركة منها حتى لداخل المدينة، والنقاط التي يسيطر عليها أو ما يسيطر عليها مسورة. نعم. ففي ساعة حتى في الحركة، يعني والانتقال من مكان لآخر إذا كان في يحصل نقص مواد معينة، في طرق نستخدمها لجلب هذه المواد. نعم. الآن نريد أن ننتقل إلى شق آخر، وهو نريد أن نعرف الحقيقة، ما الذي حدث يوم 15 وكذلك 16 من مايو 2014؟ تقصدين دخول رتل قوات الكرامة التي جاءت من الشرق؟ نعم. طبعا تفاجأنا، كان يوم جمعة وكان الساعة مبكرة جدا من صباح يوم الجمعة، تفاجأنا بقوة كبيرة تدخل من ناحية مصنع الاسمنت وتأتي من طريق بنينة، من مرتفع الرجمة إلى بنينة إلى مصنع اسمنت. فتجمعنا ذلك الصباح وشبكنا مع هذه القوة، وجدنا عدد كبير كلهم حتى من قبض عليهم، كلهم من المنطقة الشرقية، عسكريين غالبيتهم، ناس كانت القنوات تقول بأنهم دخلوا وسيطروا على المدينة، ولكن فضل عز وجل كنا في تلك الأثناء نخوض معهم المعارك وقمنا بأسر العديد منهم، و تم رجوعهم إلى مدينة بنينة تقريبا أو إلى الرجمة، وعيدت الكرة أكثر من مرة، وبفضل الله عز وجل تم تدمير هذه القوات إلى حد بفضل الله عز وجل وصلنا إلى تقريبا إلى 70-80% من تدمير هذه القوات
الآن لا يوجد إلا جيوب بسيطة من الصحوات والذين الناس الذين هم تورطوا وليس لهم أي ملاذ أو ملاذ آمن في ليبيا أو فهم سيقاتلون إلى آخر لحظة. فهذا شأنهم، نحن ما زلنا في أماكننا وما زلنا حتى نطهر هذه المدينة بإذن الله من هذه الجيوب. نعم. طيب، يعني لم تذكر لي بالتفصيل سيد وسام ما الذي حدث، يعني هناك مجموعات جاءت من تلك المناطق التي ذكرتها، ولكن لابد أن هناك فتنة أو شيء هو الذي أشعل فتيل الحرب في ذلك الوقت. لا، هو كما يعلم الجميع هو إعلان انقلاب كان في طرابلس، لم يكن في بني غازي. نعم. نحن لسنا طرف في هذه الحرب، الإعلان انقلاب كان من قبل حفتر على الحكومة أو على المؤتمر، هذا شأنهم في طرابلس. نحن ما قمنا به هو دفاع عن مدينة بني غازي. لن تدخل قواتنا مدينة بني غازي. طيب، البعض يتساءل يعني في هذه التمركزات أو في هذه المناطق التي ذكرتها كان بإمكانكم مواجهتهم، خصوصا أنكم تتمركزون في هذه المناطق، ما الذي منعكم من ذلك؟ أي مناطق؟ مناطق بنينة التي أتوا منها، وكذلك كما ذكرت من جهة مصنع الإسمنت، هذه المناطق أنتم تسيطرون عليها في ذلك الوقت، ما الذي منعكم من مواجهتهم وعدم دخولهم للمدينة بهذا الشكل؟ في تلك الأثناء لم يكن هناك حتى تأسيس لمجلس شورى الثوار، كان ثوار بن غازي خرجوا كافة للدفاع عن مدينتهم، لم يكن هناك مجلس شورى الثوار ولم يكن هناك أي عمل تنسيقي. خرجنا، كل خرج بما لديه من أسلحة وذخائر، وتوجهنا مع هذه القوات ورديناها إلى من حيث أتت. نعم. وأمننا من بعد ذلك المدينة. طيب، سنأتي إلى هذه النقطة وكذلك. نعم. تأمين المدينة، متى قررتم فعليا إنشاء مجلس شورى ثوار بنغازي؟ والله عندما رأينا أن هناك إصرار على اجتياح مدينة بنغازي قررنا تنظيم أنفسنا وتجميع القوات والعتاد والذخائر. نعم. وتأسيس مجلس شورى ثوار بنغازي ليكون عمل منظم وليتم تحقيق نتائج على الأرض وتتم السيطرة وإدارة نيران حقيقية وتوزيع الذخائر والمؤن بشكل منظم. طيب، وهذا شيء تنسيقي يعني في المعركة. نعم. طيب، إذا انتقلنا إلى نقطة أخرى وهي متى قررتم مواجهة حفتر؟ طبعا حفتر كان في يحاول يتواصل معنا قبل ما يدخل لمدينة بنغازي، حاول يحيدنا من المشهد كم مرة، أرسل أقاربه ناس أبناء أخوة جو كم مرة، حاولوا أن يديروا تواصل بينه وبين خليفة حفتر. نحن رفضنا هذا الشيء لأن الرجل كان يستوحي فكرة السيسي من مصر وكان يحلم بنفس المشروع. نعم. وهذا طبعا هذا شيء مرفوض اطلاقا، اذا كان المناطق الشرقيه رضت في هذا الشيء وقدمت ابنائها وفتحت الطرق واستقبلت وآوت هذا المجرم، فمدينه بنغازي تختلف عن المناطق الشرقيه. نعم. سيد وسام بن حميد، قائد الميداني. سيد وسام بن حميد، يعني كيف كانت اتصالاتكم مع اهالي بنغازي قبل الاعتداء او بدء الاعتداء على بنغازي وبعدها؟ كان في حضور لمجلس اعيان مدينه بنغازي وكانوا هم عندهم علم بما يجري من تآمر في المنطقه الشرقيه على مدينه بنغازي لاركاع المدينه ولتسهيل دخول قوات حفتر لها. طبعا كانوا هم متفقين معنا ان يجب صد هذه القوات وعدم دخولها الى المدينه وعدم سماح لأي قوة من الخارج أن تجتاح مدينة بنغازي بالقوة. هذا كان بالاتفاق مع مجلس الحكماء والشورى. نعم، وأتوا حكماء ليبيا كافة وحضروا معنا وذهبوا إلى حفتر ورجعوا إلينا وقالوا بأنه قام بتهديدهم، وجاء وفد آخر من الحكماء وقال أنه رفض أن يقابلهم، فكانت جميع المحاولات قد استنفذت
ولم يبقى إلا العمل العسكري. نعم. يعني فكان إلا المواجهة. نعم. طيب يعني أنت ذكرت في نقطة سابقة بأنه حاول التواصل معكم بداية، لماذا رفض التواصل بعد إعلان هذه العملية؟ هو كان يريد تحييد بعض المجموعات، وكان ليسهل دخولهم إلى مدينة بنغازي بأقل الخسائر. نعم. طيب. هذه لعبة خبيثة طبعا، نحن نعلمها جيدا وأحبطنا هذه اللعبة، وبفضل الله التحمت الصفوف واجتمع الأخوة كلهم على قتال هذا الطاغي. نعم. طيب هل كان لأعيان بنغازي أي تواصل لمنع وقوع هذه المعارك داخل المدينة، وهل مجلس شورى ثوار بنغازي يعني اختار ذلك؟ هي المعارك لم تكن بداية داخل المدينة، كلها كانت خارج المدينة، وتم اقتحام معسكرات التي كانت تعمل كخلايا نائمة، كانت تستجلب القوات وتدرب وتجمع العساكر والآليات والذخائر، وكانت في لحظة صفر للسيطرة على المدينة. تم استياحها في بضعة أيام والسيطرة عليها، وكانت أغلب المعارك على أطراف مدينة بنينة وفي داخل مدينة بنينة، ولكن تم تدبير خطة خبيثة وهي تحريك الصحوات داخل مدينة بنغازي والدخول من المنطقة من المحور البحري، وفي انشغال الشباب في المعارك في محور اللي هو محور بنينة. نعم. فتم دخول بعض الخلايا وهو جاري التعامل معها إلى اليوم. كما قلت سابقا، قوات العسكرية النظامية حوالي 80% دمرت آلياتها وقياداتها وأفرادها، استنفذت ذخائرهم، وضعهم ميداني لا يكاد يكون لهم أي وجود. الآن من هم تورطوا معهم في الدماء وفي حرق المنازل وفي قتل المدنيين من الصحوات الذين استخدموهم. نعم. في المدينة هم الآن الذين ما زالوا يقاتلون، لأن ليس لهم أي مفر آخر إلا القتال. نعم. طيب الموت. أليس هناك أي اتصالات بينكم وبين الصحوات في بنغازي؟ لا يمكن أن يكون بيننا وبينهم تواصل، لا يمكن أن يكون بيننا وبينهم إلا قتال. هؤلاء قتلوا أبرياء وهاتكوا الأعراض وسرقوا الأموال وأفسدوا المدينة يعني على بكرة أبيها. هؤلاء الشرذمة اللصوص، هؤلاء هم أصحاب الصوابق وأصحاب السجون، هؤلاء لن يكون لهم وجود في مدينة بنغازي. نعم. سواء تم القضاء عليهم أو هربوا خارج ليبيا، لن يكون لهم أي وجود في ليبيا بإذن الله. نعم. طيب يعني وصلت وسائل الإعلام وكذلك النشطاء اتهام الثوار بالعديد من الاختراقات الأمنية، أبرزها الاغتيالات والتفجيرات في مدينة بنغازي، كيف تعاملتم معها؟ يعني البعض يقول بأن الثوار لم يخرجوا ليبرروا موقفهم مثلا مما يحدث في المدينة، وكذلك في وقت معين قالوا بأن مجلس شورى ثوار بنغازي سوف يؤمن المدينة، ومن ثم حدثت 14 حالة اغتيال في بنغازي. يعني لماذا لا تخرجون للناس وتوضحون الحقيقة إذا كنتم أنتم لستم الفاعلين؟ هو عمل استخباراتي يسبق العمل العسكري دائما، هو واضح وكاد الناس كلها تعلم هذه الخفايا الاستخباراتية، كما حصل في قتل ضباط الطيارين الذين كان لهم ولاء ل 17 فبراير او لمدينة بنغازي، الذين لن يقوموا بقصف المدنيين او قتل الليبيين، تم تصفيتهم في بداية الامر، وهذا تماما ما اشتغل عليه الإعلام، وتماما مثل ما حصل في مصر، الاستخبارات العسكرية تقوم بافتعال الأزمات وخلق جو لتدخل عسكري، بعد ذلك يتم تدخل عسكري يتعاطى معه الناس ويظنوا فيه الخير وأنه هو من سيخلصهم من هذا الشر ومن هذا القتل والإجرام، وهي لعبة عسكرية قديمة تكاد في أغلب الدول العربية استخدمت ومعروفة.
طيب، ولكنكم كنتم في ذلك الوقت تسيطرون على المدينة، لماذا لم تقبضوا على حتى واحد ممن قاموا بهذه الاغتيالات؟ هل كان ليس لديكم القدرة على ذلك برغم الآليات الموجودة لديكم؟ كما قلت لك ان احنا مسور ثوار اسس بعد دخول قوات حفتر. طيب، نحن نتكلم في وقت السابق قبل عملية الكرامة. قبل ذلك من كان من كان يأمن المدينة قبل ذلك هم الجيش والشرطة. هل بذلك تقول بأنكم لستم للثوار؟ نعم، هل بذلك تقول بأنكم لستم من الجيش والشرطة كدروع؟ لا لا، نحن الدروع نحن تخلصنا منها ولله الحمد، لأنها كانت أكبر مشكلة وأكبر وتر كان يعزف عليه هؤلاء الأشخاص، وتركنا لهم الأمن تأمين البلاد وتركنا لهم كل شيء لنرى ما سيفعلون، وكان هذا ما ننتظره. نعم، ولكن بالله عز وجل كنا ندخر لهم بعض ما هم يستحقوه. هل فعلا ثوار بنغازي عطلوا بناء الجيش الليبي واستهدفوه؟ هذا الجيش وهو هؤلاء الشرطة هم من يقتلون المدنيين الآن، وهم من يدمرون مدينة بنغازي، وهم من أفسدوا هذه الثورة، لأن من كنا نقاتلهم في بداية 13 فبراير هم الجيش والشرطة. هذه مؤسسين الفاسدتين كانت مسخرتين لحماية نظام القذافي. نعم، 40 سنة لم تغير فيهم شيئا. نحن كنا دائما ندعو لقيام شرطة وجيش من ناس جدد وناس شرفاء. طيب، يعني هل أنتم ضد بناء الجيش أم إعادة تفعيله؟ نعم، هل أنتم ضد بناء الجيش أم أنتم ضد تفعيل الجيش السابق؟ ضد تفعيل الجيش السابق. نعم، طيب، ولكن يعني مع بناء مؤسسات جديدة الآن، كيف يمكن بناء جيش في كل هذه الفوضى العارمة برأيك؟ هو هناك عوامل معاكسة دائما ومضادة، هذه لعبة سياسية يستخدمها السياسيون، عرقلة وكلام فارغ كله كذب. نعم، لو أرادوا بناء مؤسسات لبنوها، ولكن تجار حروب واستثمار للفوضى وسرقة الأموال. نعم، هذا هو ما أدى بالبلاد لهذه المرحلة. نعم، طيب، يعني أين سيكون محل أو مكان نقول مجلس شورى ثوار بنغازي إذا كان هناك جيش ليبي؟ فليكن هناك جيش ليبي بعدين سهل. نعم، طيب، ما الذي ينقص مجلس شورى ثوار لحسم المعركة في بنغازي؟ طبعا المعركة قلت لك وقودها الآن هم الصحوات. نعم، نعطيك فكرة ممكن غايبة على الجميع الآن، وهي تحاك في الظلام. الآن هؤلاء الأوغاد مقسمون وبدأ يتواصل جميعهم فرادى بمنسور الثوار. الكل يريد أن ينسحب من هذه المعركة ويريد أن ينجو بنفسه، وبعض منهم يريد أن يقاتل حفتر، وبعض مجموعة الفيدرالية وبرقة يريد أن ينقسموا بالمشهد ويخرجوا ببرقة ويقاتلوا حفتر، وتعم الفوضى الآن بينهم. نعم، أنا أطالبهم إذا كانوا هم رجال يخرجوا للشعب ويطلبوا هذه المبادرة علنا أمام الناس، ويعتذروا إذا كان هم يروا في أن حفتر مجرم وقد غرر بهم وقد ادخلهم في معارك فاشلة. نعم، ويروا ان هم افسدوا المدينة وقتلوا الابرياء، فليخرجوا فليعتذروا من الناس ويقولوا ان حفتر قد غرر بنا ونحن نريد ان نقاتله، ويعلنوا توبتهم. اما تحت الطاولة وفي الخفاء لن نتعاطى معهم، لانهم اوغاد ولانهم أصحاب مصالح، ولا يروا في بنغازي ولا ليبيا أن تبنى من جديد. طيب، يبحث عن مصالحهم أو عن أموال وعن نفوذ. نعم، سيد وسام، نريد منك كلمة أخيرة لأهالي بنغازي. أهالي بنغازي داخل بنغازي وخارج بنغازي،
الذين داخل بنغازي نقول لهم صبرا بإذن الله سينزاح هذا الغم على المدينة، ولكن التاريخ يسجل، فلتكونوا أنتم من حررتم مدينتكم، تكونوا أنتم أهل بنغازي وأبطالها. لا تنتظروا أن يأتي إليكم أحد من الخارج ليحرركم أو يرفع عنكم الظلم. بنغازي انتفضت في 2011 وقاتلت هؤلاء المجرمين، عبدة الطاغية القذافي، الذين الآن رجعوا وصنعوا طاغية آخر ويريدون أن تحكم البلاد بحكم العسكر وبقمع المدنيين وظلم الناس والسيطرة على الحريات وما إلى ذلك من ما يحدث الآن في مصر وباقي الدول العربية. وأهلنا في الذين هجروا وحرقت بيوتهم ودمرت وقتل أبناؤهم، فإننا نعدهم بإذن الله أن يدخلوها وهم أعزاء بإذن الله تعالى، بإذن الله سيدخلوها وهم أعزاء وهم مرفعي الرؤوس، ويكون هم تاج على رؤوسنا وعلى رأس هذه المدينة بإذن الله تعالى. سيد وسام بن حميد القائد الميداني وكذلك عضو مجلس شورى ثوار بنغازي، شكرا جزيلا لك.